بحب، بس يعني لا بابا عنده قدرة انه يصرف علي، واكتر شيء انا يعني بسبب اسناني بسبب طولي التنمر علي عم خليني اكره المدرسة وابطل ارجع عليها. انا اسمي ريان محمد، عمري 16، انا صف تاني، انتقلت على التاسع، بس بطلت من المدرسة بسبب التنمر، وهذا وبسبب تنمر على نموي وعلى أسناني وعلى كل شيء. هاي بنتي الثانية مع فشل نمو، يعني مشكلة المدرسة انه كل ما بتروح انه بأسرع مال يعيبوا عليها الأولاد، ما عاد تروح على المدرسة. مرضي ضمور عضلي بعد 18 صار يطلع علي، يعني كان يطلع شيء بسيط، يعني انه خف حركه ايدي او شيء كتفي من ورا يطلع. يعني رحت على الدكاتره هنيك سويت تحاليل، قال هذا مرض وراثي، يعني هون ما كان له علاج بسوريا. يعني وبعد ما يعني دورت على شيء تجوزت بال 2000 تقريبا، 2003 تجوزت وعندي 5 اولاد الحمد لله. وكبداية يعني كانت أمشي أروح أشتغل، يعني أبيع أشتغل دكان، يعني أحسن أقوم أجي. كل فترة يعني مرضي يخف يزود علي، يعني حتى من جيت لهون كنت أحسن أطلع أفوت، يعني الحمد لله. بس هلأ شوي وضعي صار متدهور كتير يعني. وهلا عندي بداية بنتي كمان نفس مرضي بإيدها اليمين صاير فيها، أخذتها هون على الدكاترة قال هذا مرض، يعني هون ما له علاج بس برا له علاج. أحلام إنه شوي أطول، أصبر أسناني، كنت بدي أدرس أصير ممرضة، ما الله يسامحهم الله يجازيهم اللي كانوا يتنمروا علي.